ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الشأن البيئي، حيث أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية 2016 و2017 للمواطنين. نعم، للمزيد حول موسم الصيد وأبرز شروطه معنا اليوم في الاستوديو محمد بن مبارك المري، رئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة. مرحبا ومسهلا بك أبو مبارك. الله يرحب بك. يا مرحبا أبو مبارك. احنا في البداية ودنا نعرف احنا ومشاهدينا الكرام عن استعدادات بدء موسم الصيد اللي هو 2016 2017. هو في الحقيقة ما في استعدادات محددة حق موسم الصيد، لأن إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوحداتها البرية الخارجية مشرفة على البر القطري، وضعتها تحت الرقابة طوال السنة، فما في استعدادات معينة باستثناء تكثيف العمل يعني وزيادة عدد الدوريات البرية خلال فترة زيادة رواد البر، من خاصة أنه يدخل موسم الصيد مع موسم التخييم في نفس الوقت. والمقصد المحافظة على الحياة الفطرية يعني والريضان هو عملية ضبط يعني لتطبيق القوانين البيئية اللي تشرعت في الدولة أنها تكون مطبقة على أرض الواقع. الله يوفقكم. مبارك، لو بتكلم عن طيور اللفو أو الطيور المهاجرة، إيش الأنواع المسموح بصيدها وإيش الفترة المحددة للصيد؟ الأنواع المسموح بصيدها اللي هي الحباري والكراوين وطيور اللفو بشكل عام. الفترة على حسب القرار الوزاري اللي صدر فيها من سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الفترة تكون من 1/9/2016 إلى حد نهاية الموسم في 1/5/2017. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله. طيب، الطيور المهم غير الحباري والكراوين، شو اللي بعد بالتحديد يجي قطر ولا ممنوع انه يصاد؟ ما في. الطيور المستوطنه في دوله قطر او اللي تعتبر من مكونات التنوع البيولوجي في دوله قطر، هذه ممنوع صيدها طوال فترات السنه حتى خلال موسم الصيد. اللي مثل ايش بمبارك؟ مثل الادرج والاسرد والقوبعه والى اخره. اصلا ما منها فائده حد يصيدها هذه، يعني موجوده في البيئه القطريه. نعم، وتحت الحمايه اي نعم، هي ممنوع صيدها بجميع الحالات. نعم بمبارك، يعني هل في شروط للأدوات المستخدمة في الصيد؟ هل في شروط لوسائل الصيد، طريقة الصيد، وقت الصيد؟ يعني أنا سمعنا إحنا وهذا شيء جيد من البيئة أن التنور ممنوع. صحيح، خلاص ما عاد ممنوع التنور، حق ما عاد هو مسموح من قبل التنور. من زمان يعني أنك تنور حق أيضا مثل هذه الأشياء، يعني تساعد على إثراء البيئة أكيد، يعني صيدة لنا في الليل أسهل. صحيح. مثل هذه الأشياء هل في قوانين أصدرت سواء تخص الأدوات أو طرق الصيد؟ في عندنا قانون رقم 4 لسنة 2002 اللي هو تنظيم الصيد الحيوانات البرية والطيور والزواحف، والقرار هذا اللي صدر من سعادة الوزير فقط لتحديد فترة الصيد، أما القوانين والإجراءات كلها تتبع القانون اللي صدر في 2002 رقم 4. الصويات مثلا بعد؟ المحظورات في الصيد اللي هي الأسلحة بجميع أنواعها، الشباك بجميع أنواعها، أدوات الصيد غير التقليدية مثل الصويات وإلى آخره، هذه كلها ممنوعة. يعني مثل هذه الأداة مثلا، احنا نقول هذه أداة متطورة. أينا. صواية تنحط في الليل عشان تجمع الكراوين. صحيح. يعني لكن هي من الأشياء المحظورة. نعم، غير مسموح، ممنوع استخدامها. نعم، ممنوع استخدامها. زين بمبارك، بالنسبة للأرنب، الأرنب يعني تطلع في الليل عشان تعتاش وتأكل، يعني عشان ما يكون في النهار، تعرف عشان الطيور ما تصيدها ولا حتى الكواسر. في الليل بعض الربع مثل ما قال خالد ممكن يتنور، يبغي الأرنب أكثر. إذا عينتوا حد، يعني هل في تعاون بينكم بين مثلا يعني الجهات المعنية، أو على أساس أنه يحاسب يقاضى هالشخص اللي متجاوز القانون؟ إحنا أول جهة معنية في البلد نستعين فيها هو المواطن نفسه. نعم. في أي حالة أنك تشوف حد يخالف القانون هذا، من ناحية المبادرة الوطنية تجاه تطبيق القوانين هذه والمحافظة على البيئة، أنك تتصل في عمليات البيئة وتبلغ عن الإجراء هذا. باستثناء ذلك أوريدي الدوريات موجودة وقاعدة تراقب البر بجميع مناطق مقسمة الدولة على مناطق، وكل منطقة فيها دوريات محددة قاعدة تمشي بمسارات عشوائية أنها ترصد أي حد يتنور خلال فترة الليل. نعم، إحنا بمبارك، أنا بس أنا بحب أوجه كلمة، أي قانون يصدر من وزارة البلدية والبيئة هو لصالح البيئة ولصالح القانص ولصالح المجتمع نفسه أصلاً. يعني صحيح. أنت لما تمنع مثلاً تنور الأرنب، لما تمنع الصويات، راح أكيد هذه الأشياء
تزيد والتكاثر في قطر اكثر وراح انت تحصل مو بشلك بس انت الاجيال الجايه. لكن انا برد اسالك عن الارنب نفسها، هل في وقت انتم محددينه لصيد الارنب؟ اعتبار موسم صيدها اعتبارا من 1 نوفمبر 1/11 الى حد 15/12 اي 15/12 اللي هو خلال 45 في هذا الوقت نقدر اقنص الارنب بالضبط. طيب الحين نعرف مكان التكاثر الارنب او مكان الطيور اللفو، انتم ممكن تكونون موجودين يعني كدوريه تفتيشيه كيفكم تقنصون مثلا طريقه تقليه يعني عاديه جدا ما عليه مسموح، لكن انتم موجودين يعني كانكم تقولون حق القانص ترى عيننا عليك اذا اكيد اكيد اخطيت انت ولا شيء؟ اكيد الدوريات متواجده طوال فترات اليوم على شفتات ودوريات او موظفين متنوعين وفي مناطق جميع مناطق الدوله تقريبا مغطاه بالدوريات البيئه ومن حق دورية البيئة أنها توقف أي قانص وأنها تستفسر منه أو إذا شافت منه مخالفة أنها تطبق شروط الضبط القضائي عليه. نعم بمبارك يمكن أنت قلت كلمة يعني إحنا نستعين بالمواطن في الدرجة الأولى طبعا. وأنا أقول أغلب أو يعني 99% من القنوص هم أصلا يحافظون على البيئة ولا يرضون على أن يصير شيء مخل أو مضر للبيئة، وكل واحد فيهم نقدر نقول هو رقيب نفسه بالدرجة الأولى ودورهم إن شاء الله مكمل لدوركم. يمكن في البعض يعني القليل احنا نقول اللي يستخدم مثل هذه الصوايات، يعني انا شفت يمكن مشهد ما عجبني صراحه، واحد حاط صوايه مثلا وقاعد يخمس حول الصوايه في الروضه. نعم. ليش؟ عشان بكره لا جاء الصبح يشوف ترى الكروان. يعني انت الحين بهالطريقه انت عفست الروضه وعفست المكان وش بتحصل يعني وراح ايش راح تستفيد؟ فاحنا نقول كل واحد هو رقيب نفسه والبعض البسيط هو اللي يقوم بالمخالفه، لكن لو في حد او في حاله ان حد خالف ايش المخالفات اللي توقع عليهم؟ الاجراءات اللي راح تطبق عليه اللي هي من ناحيه الضبط القضائي والتعاون كذلك مع الجهات الامنيه في البلد سواء كانت استخدام أدوات غير مناسبة أو الأسلحة النارية أو غيرها من هذه الأدوات راح يتم الضبط والاستعانة بالجهات الأمنية وتطبيق عليه الشروط الجزائية اللي في قانون رقم 4 لسنة 2002 اللي بتنظيم عملية الصيد. طيب مبارك مثل اللقطات اللي الحين نشوفها على الهواء. أي نعم. هذه واضح أنها تنور يعني. يعني واضح في الليل الليل ومصورين. صحيح. هذا تعتبر من أحد الضبطيات اللي أنتم ضبطتوها. نعم. هذه مخالفة. طيب شو المخالفة اللي ممكن تقع على اللي تحصلون يجود في الليل ويكتب عليها تقرير؟ حدد القانون ضوابط الصيد وحدد الإجراءات والمخالفات اللي راح تقع على الممارسين الصيد في الليل أو أنه أو اللي يستخدمون أي أداة حتى لو كانت في النهار مخالفة للقانون. الغرامة بما لا يتجاوز 10,000 ريال والسجن بما لا يتجاوز عن سنة. وأداة الصيد تسحب مصادرة جميع المضبوطات من ضمنها السيارة. أي الله يوفقكم. هل عليكم بهم؟ ان شاء الله ما ان شاء الله باذن الله انكم ما تحتاجون باذن الله يعني ما تحتاجون انكم تطبقون هذه القوانين. ولكن هذا احنا واغلب هالقطر فيهم خير وهم دائما يعني دائما ملتزمين بالقوانين وهم يعتبرون هذا البيئه اللي هي اللي هم فيها ارث من ابائهم واجدادهم المفروض انهم يحافظون عليها الاجيال الجايه باذن الله. هو مورد طبيعي وتنوع بيولوجي وتوازن بيئي كذلك يخدم البلد بطريقه غير مباشره ما يحس فيها المواطن بطريقه مباشره. يعني المواطن يعني نجد بعض يعني الناس اللي متضايق من مساله ان ليش الضبط وليش القوانين وليش الضيق وليش منعتوا الصيد في الوقت الفلاني وليش عملتوا كذا، لكن مع الوقت راح يكتشف ان هذا لصالحه. هذه لصالحه 100% لانها مبنيه على دراسات، يعني ما تحددت المواسم هذه عشوائيا، تحددت على دراسات الكوائن المكونات البيئه من الحياه الفطريه ووجد ان هذه الفتره هي الانسب لموسم الصيد. نعم مبارك مش بس في البر حتى في البحر. في انتوا حاطين مواسم صيد والبيئه في اوقات للصيد ومنع لانواع معينه من الاسماك في اوقات معينه، هذا كله يرد لصالح صحيح البيئة. الوزاره تضع هذه الضوابط عن طريق اداره الثروه السمكيه. الله يوفقكم ان شاء الله. ابو مبارك تقريبا احنا يعني بيض الله وجهك على المعلومات اللي اعطتنا اياها، لكن كلمه اخيره حاب توجهها لاخواننا المشاهدين اللي يشوفون اللي ممكن بعضهم يا يروح يصيد ولا يعرف متى موعد الصيد، متى يقدر يوقف، متى يقدر حتى يقول يبلغ ربعه اللي يشوفون الحين. احنا اولا واخيرا نقول احنا مكاتبنا كلها مفتوحه لاستقبال اي استفسارات، وسائل التواصل الاجتماعي كذلك تستقبل اي استفسارات. احنا نطمح
ان الوعي البيئي لدى المواطن يرتفع لمستوى انه يكون هو الرقيب صح. على نفسه وكذلك الرقيب على المنطقه اللي هو يكون متواجد فيها وفي الاخير هذا مورد طبيعي لازم يحافظ عليه مو له هو كذلك للاجيال اللي راح تكون بعده الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله كل من يسمعك ان شاء الله انه في خير واصلا هو يطبق هذا الشيء احنا تكلمنا عن الموسم من يبتدي من 1/9 لين 1/5 وبتفتحون حق مقناص الارنب من 1/11 لين 15/12 مشكور على هالمعلومات يا ابو مبارك كان معنا محمد بن مبارك المري رئيس قسم الحياه الفطريه وفي وزاره البلديه والبيئه عسى الله يوفقكم ان شاء الله دوم على القوه وما قصرت الحوار الله يطول عمرك جزاكم خير على هذا تسلم ابو مبارك شكرا الله يطول